السلام عليكم، كي دايرين؟ صافا لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا باحسن احوال. جيت معكم بواحد الفيديو اللي بديتو معكم ديريكت في الكوزينه. عرفتوا داكشي نتاع الزربه فيت في خاصك توجدي. جاي عندي واحد الضيف اللي هادي سنين ما جاش لعندي للدار. اوكي، يا المهم غادي تفهموا كل شيء في الفيديو ان شاء الله بلا ما نحرق لكم من الاول. اللي غادي نطلب لكم انا عافاكم البنات، المحتوى ديالي كيعجب لكم وانا متاكده، حيت كتشوفوا الفيديو ماشي ما كتشوفوش، ولكن كتنساو ليا اللايك البنات. واخا كتفرجي في التلفازه اللايك راه كاين في التلفازه، كومونتير تقدري تحطيه لي خطيك، راه التشجيع ديالكم هو في الكومونتيرات البنات واللايكات. الكومونتيرات مهمه بزاف البنات، عرفتي هي اللي كتطلع الفيديو. كتلقاي علاش بعض المرات كتلقاي محتوى زوين ولي فيو ديالو هابطين ما فيهش المشاهده، والناس ديالو كتسمح في ديك المحتوى صاي وكتبقى دير محتويات اخرين، حيت تو سامبلومون حيت الناس اللي كتفرج كتكون كونسونطريا كيعجب لها تفرج فيك وديكشي، ولكن كتقول معليش ما نديرش كومونتير كاين اللي غيديرو. راه ويلا انت قلتي هذيك الهضره والاخرى قالت هذه الهضره والاخرى قالت هذه الهضره، في الاخر ما كيكون عندي حتى شي كومونتير حتى شي لايك، وفي التالي القناه كتنزل والانسان ملي كيشوف القناه نازله سيت هذا ما عندوش لا شي يضرب فيها تماره او لا يبغي يخدم عليها. فوالا هادشي علاش كنقول لكم عافاكم، الحب ديالكم والتشجيع ديالكم بينوه ليا في اللايكات والكومونتيرات. دابا البنات غادي تشوفوا معايا هنايا، غنخليكم مع الفيديو من بعد غادي تعرفوا شنو كاين في هذا الفيديو. ها انتم الزينات ديالي، غادي نوري لكم واحد لا غوسيت سهله مهله وكتجي بنينه، تحضروها لعائلاتكم ملي كتكون عندك شي حضاره وبغيتي توجدي شي حاجه زوينه نتاع الروز. هانا درت شويه ديال، خليت المقله تسخن مزيان، عملت فيها شويه ديال زيت الزيتون كما شفتوا، ولحت فيها البصله كنشلضها بحال هكذا. المهم راه تلقاوني مزروبه حيت ما بقى والو، ما كنتش موجده شي حاجه. الوغ انا في الصراحه اليوم كنت غادي نعمل نهار ديال الغاكليت، ولكن فيك غايجي واحد الشخص خور اللي ما كياكلش داكشي ديال الفرماج والغاكليت وهذا، الوغ قلت غادي نوجد الروز الدجاجه في الفران وديكشي كامل. المهم ما علينا، هنايا عملت البصله كبيره مشلضه، وهنا عندي جوج تويميات صغارين ديال البلاد شلطتهم حتى هما بحال هكذا وخلطت كل شيء. هذه هي اول حاجه كنحتاجوها كباز، كنحتاجو الربيع حتى هو غادي نحتاجوه، كتري ولا ديريه شويه كما بغيتي. عندي هنايا واحد المعلقه كبيره ديال طوماط كونسونطري ديال الماطيش هذا الحك، وعندي الربيع عملت غير شويه ما كثرتش، على حسب كاين اللي كيعجب له الربيع كاين اللي ما كيعجبلوش. فوالا عملت غير شويه باش ما يتحرقش وباش نزيد له الربيع طري من بعد. صافي هكذا غادي تخلي هذا الشيء غادي تشحر مزيان، كحس لكم الكاميرا باش تشوفوا معايا كل شيء بوضوح. عندي هنايا البابريكا، عندي هنايا البزار، عندي هنايا الحار الحار هكذا نتاع راه عندنا في البلاد بحال هذاك عند مول الزيتون. عندي هنايا شويه ديال الكمون، وعندي هنا العطريه ديال الدجاج. المهم العطريه ديال الدجاج ديري اللي عجبك، سكين جبير ديري اللي عجبك. هنايا عندي الخرقوم، وهنايا عندي الكمون، لا هذا سكين جبير عافاك، وهنايا الملحه. صافي كتملحي شويه سكين جبير هذا، العطريه ديال الدجاج كتبع هكذاك سميتها ايبيس بولي ولا عطريه الدجاج بالعربيه. صافي عندي الزيتون مقطع ديجا، صفيت منه ديك الماء وخويته ما كيتحرق ما والو البنات. وهنايا عندي الروز مغسول بطبيعه الحال، كتعملي عينك ميزانك. انا شفت في المقله ديالي لقيت بلي هذه الكميه غادي تكفى نزيد عليها شويه، الوغ زدت الكميه اللي عملت. كنت عملت شي 400 غرام هكذاك ديال الروز ولا 300 غرام، المهم راه طيحت كل شيء طيرته بالزربه. انا نورمالمون كنخدم بعقلي ولكن شات عمل الزربه كديرها. هنا خويت عليه المطايب، كناكد لكم البنات بلي المطايب اوكي ديال روبينيا، خويت القياس عينك ميزانك. المهم ما ديريش بزاف باش ما يصدقلكش ديك شي غارق، اللهم ديري شويه وتزيدي الماء حسن ما ديري بزاف وتغرقي فيه. فوالا بالنسبه للروز البنات ديري اي ماركه عندك شمن نوع عندك ديريه، وانا عملت هذاك ديال تاي فومي الروز تاي. Silence d'une heure, écoutons les chutes.
glisse sur le sol. Sous les toits du fait d'école, chaque coin trouve son envol. Dans la quiétude sans parole, les paniers pleins de secrets, regardez comme tout s'ordonne. Un âne Chanel nous entraîne. اهلا وسهلا بالحبايب ديالي، كيف نتوما؟ صافا لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا باحسن احوال. فيديو جديده اليوم وما كنتش عواله عليها في الصراحه، تقال شديتكم وانا كنعمل الروز ميسينو، كنت عملت واحد الدجاجه. المهم اول حاجه قبل ما نعاود لكم ما ستوري تايم، الاول الحلوات ديالي ديري اللايك، ديري واحد ابوني باش طلع لك القناه ديالي الا عجبتك بطبيعه الحال، والا عجبك المحتوى ديالي نيزيتي با البنات كنشارك معكم بزاف الحاجات. الوغ ديري ابوني دابا ولايك الزينات قبل ما تنسايه، وبارطاجي هذا الفيديو وشوفوا البنات قولوا لي واش وقعت لكم هذه القضيه، ضروري قولوا لي في الكومونتير واش وقعت لكم شي نهار هذه القضيه وشنو درتوا، باسكو دابا انا تالفه ما عارفه شنو غادي نعمل. اوكي كنعاود لكم ستوري تايم فريمون. صافي قلت له غادي تمشي تجيب الدجاج وهذا، قال لي حنان راه الدجاج راه عندنا خدينا ثلاثه ديك الخطره من اش ماركت ب 10 اورو. إبا انا مني قال لي راه كاينين ثلاثه دجاجات ب 10 اورو كنقول له عمراد راه سي با بوسيبل، راه الكيلو الدجاج غالي. قال لي لا راه هادو ديجا مكونجليين ماشي زعما طريين، راهم في الكونجيلاتور. قلت له اوكي فازي بوكوا نو، دي فوا عندي اونفي ندير دجاجه محمره، دي فوا عندي اونفي ندير دجاجه مكموله في الاير فراير ولا ايوا يا اختي وجبناهم. وقلت غادي نعمل له الروز، هو كيطيب اللي شاركته معكم دابا، نعمل له الروز ونعمل له الدجاجه وحنا هنا ناكلوا الغاكليت، ولا بغى شي واحد يدوق معاه يدوق معاه باسكو غيكون كثير. الوغ عملت الدجاجه في الفران، راهي 2 اورو هي كطيب البنات، 2 اورو كطيب. مشيت قرصتها قاصحه دايره كيل حجر، البنات شكون اللي وقعت لها شنو غادي ندير دابا؟ ما فهمتش والله ما عرفت. قلت له نعمل لك الدجاجه يدوق. اللي غادي تصدق اللي غادي تبع شي برومو تشري شي ثلاثه دجاجات ب 10 اورو والله الا خاص لامك العصا. هذاك الدجاج راه واقيلا خاصو شي برمه ديال لاصوص فاش يطيب في المرقه، ماشي ديال التحمار، ماشي ديال الفران، ماشي ديال الاخفاي. هذاك الدجاج خاصو يمشي في المرقه ويبقى تنكوا دير ديك بحال ديك الدجاج الشراف، ديك الدجاج الشارف اللي ما كيطيبش. يبقى هو هذا والله العظيم ما عرفت شنو ندير. البنات عتقوني عتقوني في الكومونتيرات نعرف شنو ندير بديك جوج دجاجات اخرين اللي عندي ليه. توني ما واش وقعت لكم هادشي دابا؟ بحال البابيون ولا ننزل هذه هنا ونخليه من هنا بحال الكوكياج ما عرفتش. المهم انا هذه هي الطريقه السهله اللي كتجيني باش ندريسي بها لي سيرفييت في الطبله. ايبا الصراحه حماتي شحال وما جات عندي هنايا للدار فريمون، حنا وصافي اللي كنمشيو لعندهم الاغلبيه الاوقات باسكو راكم عارفين الشيخ كيعجبلو يجلس ترونكيل في دارو وداكشي،
ولكن حماتي كيعجبها تحرك زعما كنعرضوها لي غيستو بزاف وديك شي قليل اللي كنشارك معكم البنات. شوفوا خاصكم تعرفوا بلي الحياه ديالي الشخصيه يعني مع العائله قليل اللي كنشاركهم هنايا باسكو دي فوا ما كنصورش دي فوا كنصور. المهم الا كتب يمكن في هذا الفيديو غادي نجاوبكم على الاسئله اللي حطيت لكم في الانستغرام وقلت لكم سولوني سولوني انا وحماتي ونجاوبكم. وقيلا كانوا بزاف ديال الاسئله ومنهم هذا السؤال وقيلا الله اعلم. المهم انا غادي نشوف واش نجاوبكم اليوم في ديك الفيديو على حساب على حساب كيفاش تكون الجلسه وعلى حساب شحال غادي يبقاو وعلى حساب واش يكفينا الوقت وندير معكم في هذا الفيديو نيت جو بونس الاخر ندير معكم ديك لي كيستيو ريبونس فهمتوا اي فوالا حلاوات. المهم جمعت الدنيا بعدا هاد لي سيرفيت اول مره نستعملهم خديتهم زعما هذا امومو اول مره نستعملهم اي سون ترو بو خديتهم من ميزون دوموند ها هما في بلو كلير هيدايا صيفيين صراحه ماشي اوتونال مي زوينين جاي في تباصلين زوينين جايين في تباصل مزيونين صافي. نوجد غير الكيسان من بعد عندي ان غون داباغاي نتاع الغاكلات وغادي نوجد داك صافي المقله غادي تشوفوا معايا بالنسبه لي غاكلات حتى يقربوا يجيو قال لك الوحده ونص جوج ودابا باقي راهي الوحده يبا جو في ايسايي ندير ديك لي لاغدون ملي يكونوا هنا نجبد بعدا واحد لونتركوت نجبدو اونتركوت باش ما نديرش فضيحه مع عمي غادي نجبدو ملي يكون هنا غادي ندوزو له في المقله دغيا دغيا مع الروز هي هذيك فهمتوا البنات باش ما يوقعليش الفضيحه. المهم نتوما قولوا لي شنو غادي ندير قولوا لي شنو غندير للدجاجه ضروري في لي كومونتير وقولوا لي واش طرات لكم شي نهار مع العراده كومام كومام لا اونت تقولوا اول مره نطيب عندي يا اختي الكتوفه والحوالة كنخرجهم العظم كيتفرتت ودجاجه وحده وين تقداش كي فيها كيلو ولا ما كاملهاش بناقص والله الا تقهرت قلت ويلي فضيحه انا ما عنديش داكشي تاع الحشومه معاهم ولا مي زعما سي لا اونت شوفا والله الا سي لا اونت ما عرفتش نهضر عليها ولا ما نهضرش عليها كاع ما عرفتش جو سوي ديغوتي. المهم بغيت غير نوصيكم حتى الا بغيتو تشريوهم انا جربته في هاد اللعيبه قولوا لي واش خديتوهم من اش ماركيت هذوك 3 ب 10 اورو وشنو درتو بهم واش صدقوا لكم مزيان يعني واش دفوا فيا انايا في الفران ديالي اولا الطاري نورمالمون ديما كنطيب الدجاج هكذاك في الفران مي سي بيزار و نورمالمون درتو بوندون 2 اور زعما عملتو بروغراميتو وما خربطتش فيه بوندون 2 اور ايوا بوندون 2 اور انا كان طيبت بنادم ماشي نطيب دجاج راني غير سير واجي ها فين كنعمل لي سيرفيت ديالي ولينب هنا البنات الصالون نعم سيدي كله مصايب والشميعات وديك الشيء كامل هنا فين كنصايب هنا فين كنصايب انا في المجر في المجر البنات هنايا عندي لي سيرفيت ديالي وديك الشيء ولكن المشكله ديالي دابا شنو هي هي انه هذاك الزرق زعما خديت منه غير باكيه جيت حتى الزرق وخديت منه باكيه حيت نورمالمون كنديروش ديما عندي الباكيات ها هتشوفوا تلقاو باكيات 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 طامل ديال الباكيات ولكن غير في البيج شوفوا البيج والبيض تاك ايوا جينا للزرق وخدينا باكيه وحده البنات فوالا سي سوني با غراف هانتوما الزوينات ديالي الروز ديالنا صافي شرب الماء وهاكي كيجي القوام ديالو يعني ماشي ضروري ديري بسماتي ولا القوام ديال الروز ماشي كيخرج زعما كيخرج حبه حبه ولكن ماشي ضروري يعني يقدر يخرج لك شويه داير معلك ولا هذا راه سي توتا في نورمال هذا الروز كيمشي اصلا هكذاك. والبنات الريحه ديال الشرموله ما يمكنش الممكن ندير له هكذا بالفرشيطه مزيان كوم يلفو اي ما كناخذش ديك اللصقه نتاع لتحت فهمتوا ديك اللصقه ديال لتحت ما حاولي ما تحاديهاش خليها هكذاك مجموعه سينو الروز كيجي لك بحال هكذا والمذاق ديالو يا سلام داك العطريه فين جربيه ورد عليا الخبر ماشي ضروري ديري كثير صافي كيجي طايب دغيا دغيا كيطيب. البنات سي ان ديليس عرفتوا انا درت به تبصيل كامل تبارك الله 5 دقائق هو طاب والله 5 دقائق انا عندي ديك الروز ديال تاي عرفتوا ديك غي تاي بارفومي هو اللي عندي وتقدري ديري اي روز. شوفوا غادي ناخذ هذيك البلاصه اللي لصقت ما بغيتش نحيدها هي ماشي محروقه محروقه مي مارون عرفتوا هاد المقلات ديال التيفال خطيرين
كيخليو لك داكشي هكذا ملي كتحيدي يديه بحال الماكله كتبقى بحال المغسوله. شوفها الو كتحيدي داكشي الفوقاني مكتحيديش داكشي اللاصق. شوف واحد البنه بسم الله اولو اخيره اكستراوردينير. شكون كدير بحالي كتعجب على الكوتي اللي لاصق هنا في شي وحدين كروستيون. اكسترا اكسترا اكسترا. عرفتوا شنو نزيد على هذا الرز؟ نقطع شويه ضربيع مقرد نزيدو عليه من الفوق. اي راكم عارفين كي كل انسان ما تقدريش عاوتاني توفقي ما بين الكاميرا وهذا. المهم هذه البطاطا راه من الصباح وهي مسكينه كطيب ما عرفت طابت ولا لا. نزيد لها واش طابت ولا مازال حيت هذه البطاطا ديال الغاكليت شحال ما بقات مزيان كتبان لي طايبه بصراحه. نزيد لها نخليوها شحال ما بقات مزيانه حيت خاصها تجي طوندغ وبطاطا راه ما غاديش تحرق المرقه كاين بزاف لاصوص كاين بزاف. لوغي ديالنا هو دابا غادي نطلع على داك الفضيحه ديال الدجاج كحاز لكم تشوفوا حتى نتوما. واو اوكي تك تك بسم الله يا ستيب يا ربي تحفظ يا ربي يكون كيولي طوندغ شويه بعدا مي جو بونس با. درت له البصله يا اختي ودرت له كلشي. او لا 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 ويلي قاصح داير كي الحجره شتو الجوغ داير كي الحجره ما يمكنش عمرني شت هذا العجب عمرني في حياتي شفت هذا العجب ما يمكنش ما يمكنش بوندون ما نعرفش حال. شوفي اللحم كي داير قاصح ما يمكنش جي جامي في سا ما فهمت والو. ها داير كل كهواتشو تقولي عظم جاخيان كومبخي نكذب عليكم. ها الدجاجه مسكينه ماشي غير محمره ولكن راه الكواتشو راه بنادم ياكلهاش هادي سي مالادي والله كيقول لي عقلي غادي نمشي. وعرفتي شحال خسرت في هذا الوقت وحكيتها ودرتها وعمرتها بالعطريه وما نعرفش شحال التخربيق والبصله وشوف الدغميره كي دايره والله سما دي غوتي كذب عليكم. والريحه ديالها عرفتوا على ريحه كي دايره ما يمكنش واحد الريحه تقولي هنا نبقى والله صافي با يبيعوا للناس حاجات بحال هكذا يعني كيكونوا ما نعرفش شنو وقع في ديك الدجاج مساكن كاع واش شارفين واش جيفه واش كيقولوا لك حلال ما فهمتش كيفاش واحد الدجاج يكون بحال هكذا. انا خرجت الكاطو ديال ديك المره اللي خدمت عندها الكاطو خرجت الكاطو كنت قلت لكم غادي نخلي مازال ملي تكون هنا حماتي نعرضها ونحطوا لها مع اتاي خليت ولكن ماشي داكشي اللي طيرته. الطمر ما بقاش الكاوكاو ما بقاش بقى كعلب الغزال واللوز داكشي ديال اللوز ما عنديش معاه بزاف الو داكشي ديال الكاطو خمنيه دوسه دابا خصنا بلاطون نكشو باش هذاك سنق لي جامبوني باش هذا سنق لي باه نقيت سوا غير ماشي لي ميكا سوغاكلت احنا نعم ça chauffe ici et là on met la raclette ici au milieu et après ça coule c'est mieux c'est les vraies raclettes ah donc raniti c'est ma raclette après ماشي بور لي فغي لو فغي راكليت سي افيك فروماج ني
هي بيان سور خا عذر غنبدا ديك خصها يعذر غا لي جونبونيون فهمتي شي حاجه كيميكا باش هذا مدي ستي ولا صحه انا حطيت هنايا الغاكليت بالنسبه لعمي راه ما جاش مي جات خالتي حنا كنا عوالين نديرو سواغي ديال لاغاكليت هي غدا بصراحه ولكن الجو راه تقولوا سواغي انتما حطيت شويه ديال شاكروتري هنايا شاكروتري وهنا حطيت لي لاغدو مع لي زونيو احسن حاجه في الحياه هما هاد لي لاغدو مع لي زونيو ايه هنايا البيكون حلال بطبيعه الحال اللي غادي مراد يطيبوا ليها باش كل واحد ياخذ اي سي بون هادشي اللي عملنا سينو الروز ديالنا كيجي بنين 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 وليد Les feuilles tombent sans un bruit dans l'air un parfum de pluie un âne Chanel nettoie sa vie chaque mouvement un tour repli les placards s'ouvrent dans douceur chaque objet trouve son bonheur dans le silence Ça, on pose la manette, on va faire joyeux anniversaire maman. Ça c'est le dernier. Là? Oui. Joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire, Tata Farida. Joyeux anniversaire. La 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 la. Bravo. شوف لا لي طول العمر ان شاء الله بطول العمر بطول العمر طول العمر ان شاء الله ماشي طول بنات انا مفاجاه الله يحفظهم الله يحفظهم قاعده جو غادي نسيتو كاع وي ما شاء الله طول العمر طول العمر امين شكرا باوي ايوا الغزالات شوفوا معايا بداتوا لي جابت حماتي ما عرفتش واش كيبان لكم مزيان مع الاضاءه مغزال كيبان في البسكوي سي كوا كومبلاتو فوقاني غاتو نو نو سي تان غاتو هو غاتو من تحت في الطاب في الفوق والدوزيام هو سيتين كريم كريم مايزينا وداكشي ثالثيام سي كوش دو شوكولا افيك لا كريم داكور سي ترو ترو بيان اي سي بيان ترافايي واو وحنا خدينا لها الكاتو من لي فيمير هذا سي نوفوتي ديالهم جو كرو بيستاج ان تروك ميم سي سي با فير ولكن فيه لا كريم دو بيستاج في شاك بول من هاد لي بول هادو وما عرفتش شنو فيه مازال بيستاج فلور دورانجي فلور دورانجي فوالا سا با ايتر ترو بون سينو هنا لي كاتو ماروكان وهنا سام سام كوكو اليوم اليوم عندنا شو شو كيوري لكم اليوم سي سون جور دو كوشونري الوغ كي يدير بليزير شيبس ديكشي شيري تي كومونس افوا مال جو فوالا واه ايوا صافي نقولك واخدو هذا انا عملت لها هنايا واحد لونفيزيون لونفيزيون اللي واعره انا كتعجبني بلي فخوي هكداك غنقص كاتولين بولا خليها تترقد انا كيعجبني نديرو هكداك لما ندير له ديك الصفايه كيعجبني ندوز في ديك لي فخوي واخا ما كناكلهم صراحه واعرين درت لها غراف يلاه يلاه بارك الله وسلام عليك طابوش با واكسينا كيسكي فوتو ريغارد موا ريغارد موا لابن وماما كي تفوزوا انا ودي سي دافير من الاخر من بعدياتو تاوي بدويه يا والله لا تشافو مامي تاوي دويه سامي نو رجع لهاد انا نايت هذيك اللي ترجع بزاف كلشي تقريبا سي تي غونسوم لو تامير بيان سور باسكو ما هم اللي جاتهم زيت على جسمي تي غونسوم با تون بير نو بس راسي تنفيف مش فهمتي نو نو داك سيتي ماشي خاصك تويني انا انت هذيك مي وي اقمو من سي بس خمام جو بونس وي او سي كومون با لا روا زين انت سي بونس اللي اريف 14 اه مسكينه هذيك انت مرات شو ملي قالت انت مرات ديال ساعه توا واو ساعتك سكير واو ما شاء الله ترو ترو بون اوكي لا سي تي مي لا لا يا حماتي لو موند دو فريدا 3 لو مان دو فريدا 3 في اليوتيوب او في التيك توك وفي كل شيء المهم ما عرفتش واش كتعرفوها ولا لا ولكن الناس القدام بيان سور كتعرفوا حمادي وغنيه عن التعريف الناس الجداد هما اللي ما كتعرفوهاش معايا مي كنصور لكم هكذا مره مره كناخذها مره مره لا مي فوالا اليوم عندنا دي كيستيون كنت سولتوهم لي في الانستغرام اي اليوم في هذا الفيديو غادي نجاوب عليهم كاينين دي كيستيون لحماتي كاينين دي كيستيون لي كاينين شي دي كيستيون السلام عليكم الحباب المشاهدين ديال بنتي حنان الله يحفظكم ويجيكم حنا معكم اليوم هو جديد وانا كنشكركم بزاف 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 اهتموا هي كتقدم لكم الحوايج ما شاء الله تبارك الله يسلم عليكم تبارك الله دونك البارطاج ليها البارطاج 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 بزاف واللايكات راه لايكات ضروري كلشي لايكات لي كومونتير هما اللي كيطلعوا الفيديو ولي كومونتير عاوتاني الانسان يكون ملي كيقرا واحد الكومونتير كتعجب له الحال كيقول لك انا ما ديت بوش حاجه غير هكا ها الناس راه كيشكروني دونك فوالا الانسان بحال هي قناتها ما شاء الله تبارك الله وصلي على النبي قناتها زوينه وبزاف حتى هي قناتها ولكن هي تتعرف تصور كتعرف لي حوايج كتشد لي معاكم الوقت كتعطي ليكم الوقت انا شويه هكا شويه هكا نو نو مي تو اوسي تشوفي عندها تصوير مزيان عندها المهم كلشي 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 لي زاشا اللي بغا يدير لي زاشا عندها هذاك الشيء عندها الفن لي خطيك هذا لي بيجو الناس ينوكسيدا بالسيت تلقاوها في صندوق الوصف عندكم 35% فكرتني بعدا 35% في كاع لي بيجو الناس ينوكسيدا بالسوايع داكشي اخر ما كاين شي ديال لي براسلي وداكشي عالم المهم نيزيتي با باقي راه في برومو عندكم حتى النهار الثاني ان شاء الله دابا نقول لكم الصراحه راه لي بيجو لي عندها راه في حقها في التصويره ما كيعطيش بزاف ما كيعطيش بزاف خصكم تشوفوهم ديريكت راه الفن تقولوا غير الذهب تحبوا تقولوا هذا الذهب اون بليس لي موديل غير الذهبيه يعني ما عنديش لي موديل هكذا اللي دايرين باغتو لا غير مازال الحجر
غير الزيركو غير الحجر الحر ماشي الحجر الحجر زوين سميتو ديالها لان جربناهم حنا لا فامي كلشي جربناهم واللي بيجو ديالها ما شاء الله ما شاء الله ايوا صافي داكشي اللي كاين دابا اليوم لانيفيرسير ديال حماتي يقولوا لها جويز انيفيرسير غادي تقرا لي كومونتير قولوا لها كلمه كيف جاتكم تبدلات بقات هي هي خليو لها تعاليق البنات الناس القدامين اللي كيعرفوا خالتي خليو لها لي كومونتير قولوا لها راه حنا هنا وها كي جيتينا وها كي جيتينا صافي وقولوا لها جويز انيفيرسير سي سون انيفيرسير دي بون سوي وديكشي الوغ وي يحفظكم ما شاء الله انا ما كنت ما انا نسيت كاع انيفيرسير ديالي هما اللي فكروني داروا لي مفاجاه الكاطو وكل شيء عاد ما قالوا هاديش تاجيت لقيت الكاطو لقيت الزاز لقيت الدنيا ولقيت الله يحفظهم الله يحفظهم ويجيهم ويحفظ ليا ولدي ولدهم ولدي سام ويحفظ ولاد جميع المسلمين الله يحفظك انت الله يحفظك لينا ايوا البنات دابا غادي نبداو هكذا باش ما نطولوش في الفيديو غادي نبداو عرفتوا لي كيستو اللي سول لكم السيمانه اللي فاتت كنا غادي كنا اولين نصوروا هذا الفيديو الويكند اللي فات ما كتبش ودابا عاد غادي نصوروا اون فيت كنت خليت لكم واحد الكيستيون في الانستغرام وبزاف ديال البنات سولوا كاين اسئله اللي كتعاود مي فوالا حنا غادي نقراو السؤال اللي ليا راه هو هذاك السؤال اللي ماشي لي لي لحماتي راه هو هذاك تجاوب عليه ها والله لايان حنان عطينا كيفاش تتخطي التنمر نتاع العرب اللي زايدين في فرنسا على العرب اللي جايين من البلاد البنات عندي التنمر ديال العرب اللي جايين من البلاد شتوجور ما عمر شي وحده خلقه هنا تنمرت عليا وما نكذبش عليك انا ما يقدرش يتنمر عليا شي واحد باسكو انا براسي نميره غادي ناكلو ما كنحشم وانا كنكذب عليك نكذب عليك ما نكذبش عليك انا الطبيعه ديالي خايبه عندي النفس حاره الوغ بنادم يتنمر عليا ونشوف فيه ويلي ناكلو فهمتي ولكن الا كان التنمر ديال لي ريزو سوسيو هادوك تلقاي غير العرب اللي جايين من البلاد اللي كيهضروا قل منك واللي عندهم بزاف المستوى قل منك هو اللي كيتنمر عليك كيبغي ينقص منك باسكو شاف فيك شي حاجه اللي ضراتو وغادي نعلمك واحد الحاجه خديها من عندي بجوج كلمات الانسان ما يهضر عليك وما يرد لك البال وما يعيبك الا ولا كانت فيك شي حاجه سبيسيال حيت الانسان اللي كتشوفيه في حياتك نهار وليل وما فيهش شي حاجه سبيسيال راه ما كتصدعيش راسك معاه كاع ما كترديش البال واش شفتيه ولا ما شفتيه فهمتي حبيبتي هذا ما كانوا كي قال محمد السادس الملك ديالنا الله ينصرو كي قال قالك الله يكثر حسادنا ما حد عندنا الحساد يعني عندنا شي حاجه سي فري هذا ما كان الانسان عنده شي حاجه في يدو يعني عنده شي حاجه على داكشي عنده المحسادي والتنمر وداكشي سينو الا ما عندك والو راه حتى واحد كيقول لك ما يديها فيك وي سينو سلام وقتاش حسات حماتك بالوحده ملي مشاو ولادي كلهم ملي كنت عارفه والله ما عارفه ملي بدات الاولى ملي بدات الاوليه الكبيره بدات الاولى شويه ملي مشات ملي مشى مراد وحنان صافي تقطرات على الخشب يعني الاوليه شويه صافي كانت طلع للدار فين كانوا عندي تصاور كنبكي مع هذا نبكي مع هذا والله ما عارفه هذا الشيء في خبركم انا كنفقس قلبي وكنخرج للجردة كضرب فيا الهواء كنحس بحال اللي كانوا عندي الولاد ديالي تما ودابا صافي كلشي مشاو مساكن بالبنات والولاد ما كنتش عارفه الله يحفظهم يجيهم راه بغينا ليهم يديروا الديوت ديالهم ولكن ماشي سهله باش يمشيو عليك الدراري ومازال ما مشاوش ثلاثه مشاوني علىين في العام ولكن وحده كانت مشات تقرا وبلي جات حنان كلشي كانت المهم عشراتني كلشي ونهار عاوتاني بغاو يمشيو هما عاوتاني صافي كانت كتباني الدنيا كحلامي الحمد لله الدنيا سيكون صا ولا بد يديروا لا بد يمشيو يديروا دارهم ويأسوا حياتهم وما غاديش نلصقوهم حنا معانا يجلسوهم راه كيم ديرنا حنا حياتنا حتى هما راه سي باغي سي دور هان سي دور انك يكونوا ولادك حداك وهذا كتقولي عمرني نقدر نعيش بلا بهم اخرها كل واحد كيمشي لدارو سي ان تروك دوف كنتقبلوها مع الوقت مي ابري ملي كتفكري دابا ولادك باقي صغار كتقولي امبوسيبل ولكن سبحان الله ملي كيكبروا سي توتي بوسيبل تشوفوا ملي كيكبروا في ساعه في ساعه ديروا البنات الخير في وليداتكم ما حمد راكم مجموعين اللي عنده ولادهم مجموع خرجوا فوجوا دوزوا الوقت خرجوا لان نهار اللي كيمشيو